مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف السادس الإعدادي. وصلنا إلى Unit 5 Lesson 5، وصلنا إلى الوحدة الخامسة، وبعدنا بالوحدة الخامسة الدرس الخامس. بالبداية هاي الدروس خصوصي لكن مجانية، حاولوا تشاركوها مع أصحابكم حتى تعم الفائدة. عندنا دروس أونلاين، اللي يحب يشترك راح أترك لكم الرقم فقط واتساب، يعني تبعثون رسالة حتى تستفسرون عن التفاصيل وشون تصير الدروس. زين، هسه جينا إلى موضوع، هذا الموضوع جدا مهم ويجي بامتحان البكالوريا، اللي هو موضوع past perfect، هو زمن الماضي التام. خلنا نكتب ويانا الماضي التام. الماضي التام هو حدث قبل الماضي البسيط. هسه تقولون شنو قبل الماضي البسيط؟ اذا شفتوا الدرس السابق انا شرحت الماضي البسيط، قلت لكم هذا خط الاعداد. لنفترض هنا حالة الصفر، تذكرون بالرياضيات هنا خلينا ناخذ الحاضر، هنا الماضي البسيط. اوكي، احنا الماضي التام. اوكي، هنا الماضي البسيط والماضي التام. الماضي التام هو حدث صار قبل الماضي البسيط. يعني خلي اوضح لكم القاعدة، يعني اكو حدثين صارت بالبداية، الماضي التام وبعدين الماضي البسيط. حدثين صاروا، الماضي التام هو زمن عتيق كلش، وبعدين صار الماضي البسيط. اوكي، قبله اجى الماضي التام وبعدين الماضي البسيط، هي هاي الفكرة. واللي اهم من عدها انه الماضي التام والماضي البسيط راح اربطهن بادوات ربط. وايضا بعد ما نشرح الماضي التام راح ناخذ ادوات الربط اللي راح تربط لي زمنين اللي هو الماضي التام والماضي البسيط. هن مو حدثين، قلت لكم حدثين راح اربطهن بادوات ربط. مثل ما قلت لكم هذا الحدث هو حدث قديم عتيق صار قبل الماضي البسيط. وذني ادوات الربط اكتبوها لانه راح ناخذها وحده وحده، والمعانيها شو كنت استخدمها والقاعده مالتها. اوكي، زين، تعالوا خلينا نبدا الدرس. القاعده عندي تقول subject زائدا had زائدا التصريف الثالث للفعل. بس تشوفون perfect time بمعنى انا عندي تصريف ثالث للفعل. she he it they we you i تاخذ had زائد التصريف الثالث للفعل، وراح ناخذ مثال. هذا في حالة شنو؟ في حالة الأفيرماتيف، مثبت، جملة مثبتة. They had done their homework، هم سووا واجباتهم. ف they أخذتها زائد التصريف الثالث الفعل. Do هنا جاية فعل أساسي رئيسي بالجملة، مو فعل مساعد. التصريف الثالث الفعل مالته هو done. زين، هسه نجي على النيجاتيف، النفي. حطيت not بصف الهاد، نفس القاعدة، فقط خليت not صارت الجملة منفي، صار they had not done وتكملت الجملة. زين، علامة استفهام أو شلون أسوي جملة استفهامية، had قدمتها على الفاعل وأكمل الجملة، طبعا زائد تصريف الثالث وأكمل الجملة. إذا أنا عندي ثلاث قواعد، أول شيء مثبت وبعدين نفي وبعدين استفهام. مثال had they done وكمل الجملة مثلا their homework بهذا الشكل. إذن هذا هو شكل الماضي التام في حالة مثبت وفي حالة النفي وفي حالة الاستفهام. شوفوا أنا جبتها لكم، خلي أجي لهذا الطرف. أوكي، أنا جبتها لكم بهذا الشكل يعني حتى ما أطول عليكم الموضوع، لأنه هذا الموضوع أدوات الربط بهواي تفاصيل، فحتى ما أدوخكم قلت خل أعطيكم مثال واحد، مرة أسوي مثبت ومرة أسوي نفي ومرة أسوي استفهام. وقلت لكم القاعدة فاعل وهذا زائد التصريف الثالث الفعل،
سهل الموضوع. They had done. اوكي بهذا الشكل. نفي جبت النط حطيته في صف الهاد. اوكي استفهام قدمت الهاد على الفاعل وكملت الجملة باختصار. يعني حاولوا دائما تختصرون الاشياء. اقروا بذكاء، اقروا بذكاء، لا تقرون هواية وما فاهمين شنو الموضوع. حاولوا تقرون بس بذكاء. يعني الموضوع كله اقدر اختصره لكم بثلاث نقاط فقط، فماكو داعي اكتب لكم فد اربع سبورات عداني مدرسة زينة واكتب لكم اربع سبورات على موضوع ما يستاهل هالقد، يعني مو صحيح؟ زين هسه نجي نقلو حتى نشرح ادوات الربط. احنا ودنا نشرح ادوات الربط، راح اقول لكم شلون حنربط الماضي البسيط بالماضي التام والادوات والقاعده مالته. يلا كتبوا. انتقلنا الى ادوات الربط، راح نترجم ادوات الربط وراح نشوف شلون نستخدمها والقاعده مالتها. ادوات الربط هي when, before, so and now اللي كتبناها لكم قبل شويه، where, because وafter. كلها ادوات ربط تربط بين جملتين، واحده بالماضي البسيط والثانيه بالماضي التام. وانا قلت لكم الماضي التام هو حدث قبل الماضي البسيط، يقع قبل الماضي البسيط. مثلا هنا ادوات ربط مو ادوات استفهام، يعني وين عندما، هنا اينما، because بسبب، after بعد، and now بمعنى والان، وهكذا. زين اذا اكو وحده ما ترجمتها من راح ناخذ الامثله راح اترجمها لكم. زين هذه تربط بين جملتين. تذكرون في الشرطيه ايضا كانت تربط بين جملتين، هاي هم تربط بين جملتين، وحده بالماضي التام واللغ بالماضي البسيط. القاعده مالتها كالاتي، شوفوا جماعه وين وبيفور وسو واند ناو تربط بين الماضي التام والماضي البسيط، لكن الماضي التام يجي بعد هذين الأدوات بعد هالماضي البسيط. أوكي بهذا الشكل، يعني بعد هاي الأدوات يجي ماضي بسيط. أوكي انتوا حفظوا ما بعدها، أوكي حفظوا الجملة ما بعدها. شوف هنا أنا before وين، ممكن before وين تأتي في بداية الجملة، لكن so and now ما يأتي في بداية الجملة. يعني انتبهوا هاي نفس القاعدة، وين before يجي وراها ماضي بسيط وبعدين ماضي تام، أو الماضي التام هذا العبارة تجي بالبداية هنا. شون هاي عرفتوا؟ هي نفس القاعدة، لأن الاثنين نفس القاعدة، بس الماضي التام هنا يعني هنا في هنا قبل ادوات الربط هنا جاي بالنهايه، بس المهم الجمله المرافقه الى ذني وين بيفور تكون ماضي بسيط. اوكي ماضي بسيط، الجمله المرافقه الى يكون ماضي بسيط، بس حتى ما تخربطون راح اخليكم تحفظون اللي يجي مرافق لادوات الربط شنو. هسه ذني المرافق لها ماضي بسيط، ماضي بسيط المرافق لها، والجملة الثانية سواء اجتي بالبداية أو في النهاية ماضي تام. أوكي؟ يعني هاي اثنين هذه نفس القاعدة. زين ثانياً where, because, after يجي بعدها ماضي تام. خلينا نشيل هاي الفارزة. أوكي؟ ماضي تام، والجملة اللخ ماضي بسيط. نفس هاي الجمل where, because, after يجي بعدها مو قلنا ماضي تام؟ اوكي اذا جيتي في بدايه الجمله والجمله اللغه تكون ماضي بسيط. شوف هنا جايه ماضي بسيط وهنا أنا ايضا ماضي بسيط حتى تشوفون القاعده بهذا الشكل. زين نقلوا لانه راح ننتقل الى الامثله، بس اريدكم تكتبون القاعده بمكان بالدفتر بحيث تشوفون لما تحلون الاسئله، لما تكتبون الاسئله يعني اكتبوا هاي القاعده وخلوا مجال للأسئلة اللي راح نكتبها هسه ونحلها، وبعدين رجعوا كتبوا هاي القاعدة وخلوا مجال للأسئلة. يلا انتقلنا إلى المثال. القاعدة اللي أمامكم ما مسحتها أول قاعدة، أوكي حتى نغش من عندها، أنتوا تغشون مو أنا. زين I was writing، كنت أكتب when I realized I forget my passport.
أنا كنت أكتب لمن أدركت إنه أني نسيت الباسبورت ماتي. زين رح نجي على الجملة ورح يقول correct the verbs، صحح الأفعال. بس شفت وين عندي وشفت وراها أكو جملتين، رح أقول هاي أداة ربط تربط لي بين الماضي البسيط بين شنو الماضي التام، ماضي بسيط وهنا ماضي تام. زين الجملة المرافقة الوين لازم تكون ماضي بسيط مو، والجملة اللي بعدها تكون عندي ماضي تام. اوكي هاي القاعدة، اهم شيء المرافقة الها يكون عندي ماضي بسيط وبعدين ماضي تام. الفعل realize يصير realized، بس مجرد حطيت دي قلبته للماضي، هو منتهي بإي فحطيت بس الدي صار realized. زين I forget رح أسويها للماضي التام، الماضي التام القاعدة هاد طبعا قبل subject زاد التصريف الثالث الفعل، حسب القاعدة هاي رح أقلب الجملة. I تنزل نفسها تأخذ هاد زاد التصريف الثالث forget forgotten. بهذا الشكل ها هي، صعبة سهلة، احفظولي ما بعد ذني الأدوات الربط. لنفترض هنا وين مو وين، اوكي لنفترض هنا مو وين، so and now إلى آخره، وحدة من ذني أدوات الربط نفس القاعدة تمشي عليها، بعدها ماضي بسيط والجملة الأخرى ماضي تام. قد تقع هاي الجملة بالنهاية مثل هذا المثال أو قد تكون بالبداية، انقلوا لأنه راح ننتقل إلى مزيد من الأمثلة. زين انتقلنا إلى مثال آخر، مثال آخر يقول after we speak to the teacher we leave the classroom. يريد من عندي أسوي correct to the verbs إلى الأفعال. بس شفت after قلت الجملة اللي بعدها تكون ماضي تام والثانية تكون ماضي بسيط. اوكي هنا أنا مفروض leave ماضي بسيط حسب القاعدة الثانية اللي قاعدة after. زين after we speak الجملة عندي we speak، انزل فاعل زائدا had زائد تصريف الثالث الفعل، speak هو المضارع وspoke الماضي وspoken هو التصريف الثالث الفعل speak. We had spoken أكمل الجملة to the teacher عادي تنزل، بعدين we leave الصير بالماضي الصير left left بهذا الشكل، يعني leave خلي أمسحها لكم الصير left. We left the classroom انتبهوا لي أنا فعل irregular غير قياسي فعل شاذ، فليف تصير left جملة بالماضي البسيط. عرفتوا شنو أنا سويته؟ حاولوا تحفظون الأزمنة، يعني افهموها أول شيء شنو معناتها على شنو يدل، لأن دائما أنا لما أشرح الزمن المعين أقول لكم إحنا نستخدم هذا الزمن بفلان حالة، نستخدم هذا الزمن بكذا حالة، ليش؟ أريدكم تفهمون حتى بالمستقبل بإمكان إنه تحكون لغة إنجليزية، يعني تفهمون إنه بهاي الحالة أنا لازم أحكي هذا الزمن، بذيك الحالة كان لازم أحكي مثلا بالمستقبل، وهكذا. لا تقرون على الطريقة الأكاديمية، يعني فعل زائد فاعل زائد إيدي، وما تعرفون السبب من استخدامنا لهذا الزمن. ضروري تعرفون السبب من استخدام هذا الزمن حتى يرتفع مستواكم باللغة الإنجليزية. زين هسه أخذنا مثالين أمامكم، الأسئلة تجي بهذا الشكل، عندنا مجموعة من التمارين راح ننتقل إلها، لكن وين؟ على البروجكت. انتقلنا إلى lesson 5B، put the verbs in the past simple or past perfect، ضع الأفعال في زمن الماضي البسيط
والماضي التام. I grew up in a small Turkish fishing village. I grew up بمعنى أني تربيت في قرية تركية. Okay, fishing يعني صيد الأسماك. Called Sida. اسمها Sida. I left Sida 20 years ago. تركتها قبل 20 سنة. Ago بمعنى مضت. دلالة على الماضي. Last week. الأسبوع الماضي. I went back there for the first time. رجعت لأول مرة. It had changed. تغيرت. انتبهوني هنا أنا بالجملة استخدمت ماضي تام. يعني هنا أنا كله أنا دا أحكي بالماضي البسيط. وأكو حدث إنه هي تغيرت قبل لا أنا أرجع إلها. فذلك الحدث عندي كأنه أول البارحة. أوكي مو البارحة أول البارحة. هي تغيرت. بحيث البارحة من رحت شفتها متغيرة. عرفتوا أنا شلون دا أميز الأزمنة؟ Beyond recognition يعني ما تقدر تتعرف عليها. It wasn't not be صارت wasn't. انتبهوا لي انه البي هو مصدر. الماضي مالته was were. يعني لا تدوخون وتشوفون بي يظلون حيرين شو اسوون بالبي. هو رجعوه الى الماضي مالته اللي هو was او were باعتبار انه انا هنا عندي it فالit تاخذ was. وهنا نفي not. إذن a village anymore هي لم تعد القرية اللي كانت عليه من قبل. It had grown into big tourist resort. Grown had grown بمعنى نمت. أوكي نمت. انتبهوا لهنا أيضا بعدنا ده نحكي بالماضي التام. هنا ده نحكي بالماضي التام. ليش؟ لأن هو من كبرت وازدهرت قبل لا يروح لها. يعني الحدث أول البارحة صار مو البارحة. They had built apartment blocks and hotel everywhere. انتبهوا had زاد صرف الثالث الفعل built. أيضا هذا الحدث أول البارحة صار قبل لا يرجع لها هو. بناوا شقق بنايات وهوتيلز فنادق everywhere بكل مكان. It looked so modern تبدو حديثة. هنا هو شلون شافها تبدو حديثة؟ لأن البارحة. إذا بالماضي. They had made a big road. عملوا road يعني شوارع كبيرة. فهو لما عملوا شوارع كبيرة هو ما كان موجود مو البارحة أول البارحة هذا الحدث. Along the seafront على طول النهر. They had closed my old primary school وأغلقوا المدرسة مالتي primary مال ابتدائية. And now it was a hotel والآن أصبحت hotel. انتبهوا لي إنه now and now اللي بعدها ماضي. انتبهوا لي ايضا الى بقية ادوات الربط اللي موجودة هنا في هذا التمرين. احنا مو اخذنا قبل شوية قاعدة فايضا انا اطبق القاعدة هنا. زين خلينا نكمل. اذا صادفنا بعد ادوات الربط راح اشر عليها. زين my favorite coffee had become أصبح. أيضا راح أستخدم هنا ماضي تام لأنه التغيرات الجذرية صارت قبل هو ليجي يعني أول البارحة. Souvenir shop for tourist يعني محل souvenir هي الأشياء اللي إحنا نأخذها للذكرى للسياح. The market had moved. الماركت انتقل from the main square to an area near the bus station. مين سكوير بمعنى الميدان الرئيسي إلى منطقة نير بالقرب من محطة الباصات. They hadn't planted any trees. ما زرعوا أي شجرة in the new marketplace. So there. ما زرعوا أي شجرة
and the new market بأماكن الماركتات. So there was no shade to sit in. ماكو مكان shade يعني بظلال للجلوس فيه. انتبهوا لي هنا لما احكي عن حدث البارحة او اليوم صار مثلا اني مرحت او اليوم مثلا الصبح بس هو بالماضي راح احكي عنه بالماضي البسيط. لما احكي عن التغيرات اللي جيت واكتشفتها بهاي المدينة هاي التغيرات ما صارت واني موجودة صارت اول البارحة. هي مو معناها صارت اول البارحة بس هي صارت بسنين واسابيع قبل لاني اجي. راح احكي عنها بالماضي التام. انتبهوا للفرق بين الماضي التام. كل التغيرات اللي طرأت على المدينة حكيت عنها بالماضي التام. كل التغيرات والأحداث اللي صارت وياي أنا وهناك حكيت عنها بالماضي البسيط. زين حتى ترسخ بالكم هاي المواضيع رح ننتقل إلى جزارية. رح أبدي أقرأ وأترجم وأشرح أنا ليش حليت هاي الطريقة. رح يجيكم بالامتحان السؤال كالآتي: I was waiting in the check-in line when I realized I forget my passport. أنا كنت بcheck-in line يعني المكان اللي أسوي به تدقيق مثلا للباسبورت مالتي. عندما أدركت أنه أنا نسيت الباسبور جواز السفر مالتي. was writing عادي أكملها كملت الجملة. when تنزل I realized أني أدركت I had forgotten أنه أني ناسي الجواز مالتي. انتبهوا لي هنا الحدث أنه أني بالبداية نسيت الجواز وبعدين أدركت. إذا أكو حدث صار قبل هذا الحدث لذلك استخدمت هنا ماضي تام وهنا استخدمت ماضي بسيط. انتبهوا لي انه وين بعدها ايضا يجي ماضي. مو اخذناها بالقاعده قبل شويه خلي اراويكم القاعده. تذكرون وين قلنا بعدها يجي ماضي بسيط والجمله اللي بعدها تكون ماضي تام؟ بالضبط اني سويت نفس القاعده. اني هاي الجمله I realized ماضي بسيط والجمله هاي الاخرى هي ماضي تام. زين تعالوا ناخذ بعد أمثلة. I eat the apple before I go to school yesterday. Correct the verbs. بس تشوفون before رأسا أتذكر القاعدة مال before. before يأتي بعدها ماضي شنو؟ ماضي بسيط واللي قبلها ماضي تام. فرح أجي أقول before الجملة أغيرها تصير I went go الماضي مالتها went والجملة هنا I أجيب had زائد تصريف الثالث الفعل eat eating. هاي بس عرفت الماضي عرفت الماضي التام عرفت القاعدة مال before حليت الجملة. I had finished my work أكملت عملي and now look after my parents came. أباوع الجملة هنا ماضي تام لأنه had زائد تصريف الثالث الفعل وهنا came هو الماضي مال come. انتبهوا لي هنا irregular verb يعني فعل شاذ فقلت and now يجي وراها جملة بالماضي البسيط. put the verbs in practice into the correct form. باختصار يريد من عندي أصحح الأفعال الموجودة هنا بالأسئلة. طبعا هيك راح تجيكم الأسئلة الوزارية. راح نبدي When I arrive at Pat's house, there be no one there. He go out. يقول صححوا الأفعال. أجي أني رأساً أباوع. أكو أدوات ربط. نعم وين. وين بعد وين رح يجي شنو؟ ماضي بسيط. إذن arrive صارت arrived. When I arrived. وكمل الجملة. والجملة الثانية there had been. هاي الجملة راح تكون شنو؟ راح تكون ماضي تام لأن وين يجي وراها ماضي وبعدين هنا أنا ماضي تام there أخذت had زائد تصريف الثالث الفعل be صارت been. وهي go out صارت he went out.
هو خرج. انت بقولي انه فقط هاي الفعل راح حوله الى الماضي التام. تذكرون اني قلت لكم ما يصير فعل بالجمله اثنيناتها الماضي تام، لذلك هذا اللي هي go حتصير he went، هو ذهب. اوكي نانا went راح اكتبها لكم. زين راح ناخذ مثال اخر. after we speak to the teacher we leave the classroom. شو تصير؟ After we had spoken، بعد أن تحدثنا إلى المدرس، we left، leave صارت left. أنت بقولي إنه الـ after يجي بعدها ماضي تام اللي هو had زائد التصريف الثالث الفعل، والجملة الثانية تكون ماضي فاعل زائد الماضي. we تنزل نفسها والleave صارت left. وأكمل الجملة. أنا دا أحاول أختصر لكم فقط الأفعال أنزلها لكم، أنتوا تنزلون الجملة كاملة بالامتحان. The wedding go well. الزواج كان على أكمل وجه. Because they organize everything very carefully. لأنهم رتبوا كل شيء بحذر. فهنا شنو عندي؟ Because. القاعدة مال because لازم تكونون حافظيها. اللي بعدها يكون ماضي تام واللي قبلها ماضي بسيط. فهنا صار they نزلتها بعدين had زائد التصريف الثالث الفعل organized. وهنا go صارت went بالماضي. انتبهوا لي بس تحفظون ايش يجي بعدها راح تعرفون ايش يجي قبلها. We have that car for 10 years before it broke down. Before بعدها ماضي it broke ماضي وهنا ماضي تام we زائدا had والتصريف الثالث للهاف ايضا had فهاد هاد صارت بهالشكل. اوكي وي بعدين هاد زائد التصريف الثالث مو القاعده مال الماضي التام اللي هي فاعل زائد هاد زائد التصريف الثالث. فانا مجرد طبقت القاعده راح نروح ايضا الى امثله اخرى. عندنا امثله هنا خيارات. A thief got into their house because they forgot the windows properly. انتبهوا لي الى because. ايش قلنا ورا because؟ ايش يجي؟ يجي ماضي تام. لذلك انا اختاريت hadn't زائد التصريف الثالث الفعل. هنا انا haven't ما يخدمني. اوكي؟ وهنا انا haven't been looking ايضا ما يخدمني. لان هنا أنا في زمن المضارع التام. وهنا أنا في زمن المضارع التام المستمر. وأنا أريد بس ماضي تام اللي هو had زائد التصريف الثالث الفعل. رامي فراغ after هنا العفو هي وليس الشيء. After he had passed the exams. انتبهوا لي على after يجي قبلها شنو؟ يجي قبلها ماضي. ماضي. لذلك اختاريت graduated. رامي graduated. رامي تخرج. بعد he had passed the exam بعد أن عبر الامتحان أو نجح بالامتحان. 3. When we got to the field لما نوصل إلى الساحة the match فراغ started. Had started لأنه هنا عندي we لأن هنا عندي when الجملة اللي بعد when تكون ماضي بسيط والجملة الأخرى تكون ماضي تام. The match زائدا had زائد التصريف الثالث الفعل started. اني فقط لما تجيكم هيك اسئله تدرون شو تسوون؟ لازم تكتبون القاعده. بس تشوفون مثلا وين بس تشوفون because after before راسا اكتب القاعده مالتهن واكتب القاعده مال الماضي البسيط والماضي التام حتى ما تخربطون بالامتحان. اخر شيء she only understood the movie. understood هو الماضي مال understand بمعنى يفهم هو فهم الموفي الفيلم. فراغ she had read هنا التصريف الثالث مال فعل read. اوكي read بالماضي وread التصريف الثالث الفعل نفس الاملاء لكن اللفظ يختلف. had زائد التصريف الثالث معناته انا راح استخدم before لو because لو when. استخدمت because لانه because يجي وراها ماضي تام. اخر شيء رجعنا مره ثانيه الى القاعده اذا ما ناقليها حاولوا انه تنقلوها لانه جدا مهمه. خلصنا شرح
إلى هنا ينتهي درس اليوم، شكرا لكم وانتظروني في درس جديد، إلى اللقاء.